بيوم من الأيام سجد القديس دومينيك عبد الأحد بالكنيسة، هو عم بيطلع بأيقونة الثالوث الأقدس، صار يصلي ويقول: يا رب، بقدم لك كل العالم المليان أحزان وألام، حتى تجعل منه عالم سلام وفرح. جاوب ربنا: أنا اللي خلقت العالم وهو إلي، أنت شو عم تعمل؟ كفى صلاته وقال: يا رب، بقدم لك حياتي بكليتها حتى تكون بتصرفك. جاوب ربنا: أنا اللي أعطيتك الحياة، وأنت هل عم بتحقق إرادتي فيك؟ قال له: بقدم لك أعمالي كلها. جاوب ربنا: أعمالك حتى أنا منحتك إياها. ساعتها زعل القديس وصار يتمتم هالصلاة النابعة من قلبه، هو هالقلب عم يحترق بالتوبة ويقول: أنا يا رب ما بستاهل أني اتطلع بوجهك، ماني قادر حتى أني أحكي معك لأني إنسان خاطئ، ويمكن ما عندي إلا خطاياي أقدم لك إياها. فساد صمت طويل، شقوا صوت الرب اللي عم بيقول: هيدا هو الشيء الوحيد يلي انت قادر تقدم لي اياه، انا باخده منك وبعطيك بداله نعمتي وغفراني.